هاي شو تحس من شيء؟ خربطتني بواسم. خربط يعني شنو جاي تحس بيه؟ راتب تقاعدي انه غير 15 بيضه 3 6 9 12 15 تقول ليش ما ادري بس ايش ليش مشتريت هاي 3000 ونص هاي طلقه 3000 ونص رخيصه زين اذا اخذت هاي البيضه ايش راح ينقص 15 ناقص 1 16 شنو هالثول مو اقصد يعني العدد هاي البيضه اذا اخذتها وهاي ب 3000 ونص ايش قد راح ينقص من 3000 ونص 1000 ونص فيها. بكل طبقة تجي بيضة سحرية، هاي البيضة البيضة السحرية مال هاي الطبقة. هاي البيضة؟ زين إذا شمرتها؟ أنت صدق تحكي باسم؟ ليش؟ هاي باكر عقبة تكبر تصير دجاجة. ليش بابا أنا هسه هاي راح أشمرها، شمرتها، أوكي؟ إذا أكلتيها تشبعين لو لا؟ لا شكون مشتري طبقة؟ طبعًا لا. ما تشبعين؟ لا. زين، أكو واحد من ورا هاي البيضة شبع طن كتل. أقول لهم للجمهور؟ لا خليهم مفاجئ. لا. أعزائي المشاهدين. قبل ما اقول لكم من ورا هاي البيضه واحد من ربعنا شبع طن كتل اريد اقول لكم اول مره السلام عليكم اهلا وسهلا بكم ويا ربي الامن والامان والفرحه والابتسامه على وجوهكم. هاي البيضه شبع من وراها صاحبنا طن كتل اجينا للاسواق اجيت له بالاسواق قلت له ممكن اخذ وياك لقاء يعني شو احكي لك؟ احكي لك عن التقشف والازمه الماليه قال ما يخالف قلت له تسمح لي ادخل كاميراتي قال براحتك قال شوف هاي كاميرات قلت له مو انا مو بس وياك لقاء راح ادخل جوه واخذ لقاءات من الناس اللي جاي تتبضع وتتسوق قال خذ راحتك هو ما يدري خطيه نايم ورجليه وين بالشمس وين اكو شمس بالاسواق قبل بالثلاجه بعدين هسه احنا ما نريد نكشف الحلقه راح تشوفون من ورا هاي البيضه ايش راح يصير شوف زي المشاهدين انا راح ادخل للاسواق واكيد هم راح اسال له هل تقشف الازمه الماليه بس هذا هذا وجه الحرام وينه؟ ما تاخذ ياه ما تاخذ ياه وينه؟ وينه؟ هذا هذا اخذ 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 اخذته؟ شوف لابس قميص احمر تعال هنا تعال تعال هنا تقرب يلا خلينا ندخل للاسواق السلام عليكم شلونك حبيبي شلون صحتك شو اخبارك احنا قناه هنا بغداد ممكن نجري وياك في لقاء بسيط على راسك هذا لقاءنا تعال شنو هاي الحلوه الحبابه تعال تعال زمرد تعال تعال زمرد اسمها بنتك لا شو اسمك تعال 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 شو اسمك ما تحكي هاي شو اسمها زمرد شو اسم منك اختي غير اختك غير وهذا شو اسم منك اخويا هم غير ايه وانت شو اسم منهم؟ اخوهم لا شو اسمك؟ عبد الله وانت؟ اسمي علي ها؟ علي علي؟ ايه شو ما مبين عليك؟ انت بياصف؟ ثالث وانت؟ اول بالاول لو ما يسجل؟ هي هاي السنة راح اسجل بالاول ها؟ هاي السنة راح اسجل بالاول بدنا نجري لقاء يا ماشي 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 جانا زبون من أعرف في الموضوع خلينا نشوف خلينا نشوف بعدين مرخصتك استاذ تعالوا احبائي المشاهدين خلينا نشوف من هنا نسويها السلام عليكم وعليكم السلام شلونك حبيبي استاذ شلونك صحتك شلون امورك الاسم بالخير انا احمد 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 ممكن اسالك سؤال تفضل التقشف والأزمة المالية هسه اللي مرت على البلد نعم أثرت أنت إيش تشتغل؟ أنا مدرب سباحة مدرب سباحة؟ إيه مدرب ما التقشف قابل راح يخلص الماء لا ما يأثر لا بس قصدي يعني لا أكيد بس عامة. يعني أكيد هو مأثر على البلد كله يعني مأثر على البلد كله التقشف مو أكيد لا شلون يعني يعني مثلاً إحنا نادي اعتيادهم عندنا عقود وعندنا لاعبين ورواتب ورواتب يعني اذا فلوس ماكو مين نادي راتب اللاعبين صح صح عم ياثر صح بارك يعني الله بك حمود حبيبي. اشكرك خلي ارجع لاخويا بالاسواق شو اسمك؟ اسمي علي ليش؟ ليش تعقلبك اليوم؟ شو اسمك؟ علي اوه شلونك حبيبي؟ بدي اسالك سؤال التقشف في الازمه الماليه اثرت عليكم كاسواق؟ طبعا اكيد ياثر لان كل ما تقل موارد المواطن
الناحيه الماديه فاكيد راح تاثر عليه. ما يقدر يتبضع ويتسوق طبعا. انت بصفتك اكيد عندك عمال. لا طبعا. وعندك شغيله. نعم. قللت من اجورهم؟ لا والله خطيه. هو شنو ذنبه حتى اقلل من اجره؟ بارك الله فيك، تعرف مين هو صاحب. طبعا طبعا اكيد، ويد واجبه كامل فما يحتاج اقلل من اجره. اكيد والله صحيح اكيد. طبعا اكيد. الساعه بيش تفتح؟ والله بالسبعه الصبح. بالسبعه الصبح، الساعه بيش تعزل؟ 12 ونص مرات يعني الوحده. يعني هي منطقه سكنيه اكيد اكيد تبقى مفتح. اي لا تبقى الوقت، تبقى العالم موجود تجي. ايه صح صح. على رمضان ان شاء الله بعد همين نبقى لفتره السحور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. شو اسمك؟ اسماعيل. صدق اسمك علي؟ شو اسمك؟ علي. من يقول؟ اي جوارنا رادوا هالشيء. شلون راح اعرف؟ انا اسمي علي. شلون راح اعرف اسمك علي؟ لمكسر البيت. روح رجع روح رجع. لا لا انكسر رجع. امه تريد تنسلق ما تريد تنطق. رجع. عليكم السلام ورحمه الله. هلا حبيبي شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ انت شو اسمك؟ علي. صدق؟ والله. يا اجي اللزقي، اجي اللزقي. اسفه عيني، اسفه حبيبي، هسه اعطيك فلوسها. هسه اعطيك فلوسها يا معود. انت مو بالمحل؟ بعد انت شعلك شعلك في الدخل. لا تدخل وقع البيضة بمحلة تفضل انت تنظف ومكسور ظهرك وهو سوري. هاي هاي المسكين هذا عشرة الاف فلوس. هذا المسكين ينظف عشرة الاف فلوس. ما راضي، هو ما راضي. وشنو المرض؟ هذا مو لقاء وهاي برنامج سوي. انت شعليك، انت شعليك. اقول لك يعني مثلا تلقاها البيضه بالقعه غير وقعه. حسب ما مسوي زين اني. شنو زين اللي سويته؟ اخي شنو اللي صار؟ تعال شنو اللي صار؟ بيضه وقعت؟ تعال تعال تعال. شنو اللي صار؟ انت ليش تدخل؟ شراتها مو؟ خلنا نشتري. اعزائي المشاهدين، احنا مستمرين بدنا نسوي لقاء ويا الاخوه. مرحبا. اهلا ومرحبا. قول لي بلا زحمه علي. بدون زحمه. هاي المي واقف. هاي شوفها اخي. ايش عليك انت؟ انت ايش عليك؟ انت ايش عليك انت؟ ما تقدر تستحي. اسكت اتمنى. انت اسكت. ليش تدخل؟ ليش فضول؟ ليش فضول؟ شنو فضول؟ عيب عليك ما حدا شاف. يا اخي عيب. دخل كل شيء. يلا ما صار. والله شنو يا ست؟ شو عليك بمحلته؟ هذا المحل يحكي. انا ما احكي اشتريت باكيت بالف ونص. يلا ما احكي ما احكي ما احكي. يلا استاذ يلا. يا اخي عيب يا اخي عيب يا اخي عيب. شنو قيمته انت؟ انا اشيل لك شغله. انت رجال هو مرته، رجال هو مرته، عيب عليك. من هاي المره تسكت. انا ايش قلت انا؟ انا سويت زين. انا ايش قلت انت تضربني؟ ها قميص شك هذا 25 او تبرع. تعالوا نكمل اللقاء، تعالوا نكمل اللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا اختي. اهلا وسهلا. مرحبا حبيبي. اسمك؟ عبد الله. يا هلا عبد الله. التقشف الازمه الماليه اثرت عليكم كعائله؟ اكيد طبعا. اثر. اخوان رجاءً هدوء، عندي لقاء اترجاكم. يا اخي ما يصير. شنو البيضه شنو قيمتها؟ تعال يا اختي هنا بلا زحمه عليك. اخي جاي نصور راح مع الوالدة. يلا قميصك جايبه من زيرة هو مال بالات. ليش قاعد تحكي؟ يا باشا يا اختي ليش صحيح؟ ليش تطلع عندك الوالدة سامحتي انا؟ شو اعتبر نخوص زغاه؟ يلا هات هات يا فلوس. والله يا معلم تفخروا. يلا اخرج يلا. شايفين لوحدي؟ لوحدي شايفين. طلع برا اخي ابو المحل، طلع برا. طلع برا.
احترمك ماشي وياك انت مثل اخوي الكبير بس لا وقف ارضى شوف شلون حتى ترتاح باعي خاله باعي هو حتى يبين صار علي يا ابو ياضر يا ابو سجاد ابو سجاد شنو العصبي هاي شنو موتك الساعه شنو دخلت ما تقول اخي هذا ممثل ويانا اسمع علي الفرتوسي بس خلينا نحكي شباب والاخ تعال اختي هنا تعال مرخصتك انت صدقتي صدقتي بالعركه ما يعني نص ونص دا اقول انا حسيت يعني حسيت انه اكو شيء كاميرا خفيه مو معقوله حكيت لها مو علي فرطوس وياي ممثل محمد حلاوه والممثله شهد علي انا بس محل دفعت ضربته بس شلون طق البيض بس انت لو ساريك يا مو احسن انت شنو هالعصبيه مالتك اخي مره مرتين دخل ثلاث مرات يعني قصدك لين الولد هو اي حش هو زوجته لازم حرمه عيب واحد شوي لا هو ما يستحي فضول بشكل يعني فضول بشكل شباب احنا بكاميرتنا الخفيه يجوز وصلنا الابتسامه لكم والضحكه بس احنا نعالج سلبيات يعني ما صايره هاي الناس اللي يخوضون صف الاستكان يدخلون بموضوع ما لهم علاقه به اكيد تصير اي يعني هسه هذا هو زوجته وقعوا بيضه انت شكو تتدخل اكو هيك ناس مو اكو اي صحيح اكو صعب ضغطك بس قليل يعني مو ذاك الناس اللي تتدخل يعني اي اكو بس يعني بس اكو اي قله اي صعب ضغطك صعب ضوجني كلش والله احنا برنامجنا اسمه ضغطك صعب ابقوا ويانا حبايب المشاهدين وحلقه ثانيه ويا مسكين وبرنامج ضغطك صعد في مالا شكرا حبيبي